ومساء الخير حبايبي. اليوم الفيديو تبعتنا هاي مقدمة تبعته. هون حبايبي أخذت رز، تقريبا فنجان قهوة من الرز، نقعته تقريبا 3-4 ساعات، وبعدين حطيت المي تبعته اللي نقعت فيه وزدته شوية كمان مي وحطيته على النار. وبهاي المرحلة ممكن تحطين ملعقة وسط من اللبان الذكر، أفضل من أنه بعدين تحطيها المطحون بهاي المرحلة. زي ما حكيت لكم هاي المرحلة أنا معليش بصور بإيد وبسوي بإيد ملعقة وسط من اللبان الذكر المطحون. طيب أنا شوية هيك جامد مع بعض، بس هو مطحون ما راح أقدر هيك، بس هو من ينطحن وينترك بيصير هيك، بس إذا مسكتوه بإيدكم بسرعة ينفتح. زين زي ما أنتم شايفين هسا أحاول أفتحها وأرجع لكم. وزي ما أنتم شايفين انا ذوبته، اذا انتم ملاحظين هون شوفوا هو من يطلع هيك، بس هيك تسوي له شوف يصير بودره، بس انا عشان ايد وحده ما قدرت. هون شويه محتاجه كمان مي، احط شويه كمان مي. طيب اليوم هي الوصفه تبعتنا راح تكون حبايبي طريقه خارقه للتجاعيد، فقط راح تحتاجين اسبوع واحد تلغيها نهائيا من البشره تبعتك. اذا حابه شوفين الفيديو تعاي معي خلينا نكمل الفيديو. هالطريقة راح تبهرك انبهار رهيب، بنفس الوقت راح تنصدمين من النتائج لإخفاء الترهلات في الوجه والتجاعيد، شد المسام وإزالة الكلف والنمش وتبييض عميق جدا جدا. طريقتها كلش سهلة وبسيطة وإن شاء الله موجودة بكل بيت. المواد اليوم اللي راح استعملها مواد موجودة بكل بيت، مواد سهلة وبسيطة بنفس الوقت للبشرة. شو راح نسوي؟ راح نسوي ممكن نعتبره سيروم، ممكن نعتبره كريم، راح يستعمل ممكن مرتين باليوم، يعني ممكن تستعمليه مرتين باليوم تحطيه على بشرتك لإخفاء التجاعيد العميقة 100%. بنفس الوقت بيساعد على إخفاء الكلف والنمش، وحبايبي يعالج تصبغات البشرة ويوحد لون البشرة، بيشد الجلد بشكل رهيب جدا ويعالج قلنا الترهلات. راح نستعمل حبايبي زي ما أول ما ورجيتكم بداية الفيديو احنا عملنا شو، أخذنا الأرز وحطينا عليه شو، أخذت فنجان قهوة من الأرز وضفت معاه نقعته بالمي تقريبا 4 ساعات، وبعدين ضفت معاه شو حبايبي، ضفت معاه ملعقة وسط من اللبان الذكر. أخذت فنجان قهوة من الأرز ونقعته بالمي 4 ساعات، وبعد مرور ال4 ساعات حطيته على النار وضفت معاه ملعقة من مطحون اللبان الذكر، وخليته على النار لحد ما صار معايا زي ما انتو شايفين. هسه حبايبي شو راح اسوي؟ راح اسوي طريقة كلش حلوة، هاي الطريقة رهيبة جدا جدا لإخفاء جميع أنواع التجاعيد من البشرة، وبنفس الوقت حبايبي بيشد الجلد بشكل فظيع. شو راح ناخذ حبايبي؟ راح ناخذ من هذا الخليط اللي شايفيه كله مع بعض، ناخذ مقدار فنجان قهوه، لان هي الكميه ضعفت عندنا. انا ليه سويت هاي الكميه؟ ممكن تقللي، راح اسوي من عندها 3-4 وصفات. زين زي ما انتم شايفين هون انا اخذت فنجان قهوه من الخليط الارز واللبان الذكر، راح اضيف معاه حبايبي ملعقة كبيرة من ماء الزهر أو الورد زي ما أنتي شايفة أو زي ما أنتي حابة. زين وراح أضيف كمان معاه حبايبي قليل من العرق السوس، يعني مقدار ملعقة صغيرة من مطحون عرق السوس. كل هذا مع بعض أخلطه، بعديها حبايبي راح أخذه وأروح على الخلاط أخلطه كثير كويس، وراح أورجيكم كيف راح نستعمله. الوصفة ممكن أنا مسويتها بطريقة ثانية، بس أنا هاي الوصفة الصراحة أحبها بهذا الوقت أني أستعملها للوجه، من يكون الجو كلش حار والوجه ما في رطوبة، أنه بيكون بيه ناشف بيحتاج إلى ترطيب دائما، فأسوي هاي الوصفة. فخليكم معي خطوة بخطوة عشان تستفادون من الوصفة تبعتنا 100%.
اي اخت حابه تشوف الفيديو اللي راح انزله حبايبي شوفوه انتوا. انا ما بعرف امتى راح انزله، راح انزله على مملكه الفنون كمان والتجميل. الخوات اللي ما عندهم يشترون شلون نقول الكولاجين، راح اسوي لك الكولاجين سائل، كولاجين سائل من حبه وحده راح نعمل الكولاجين السائل اللي يغذي بشرتك كل يوم، كل يوم راح تغذين البشرة تبعتك فيه، وما في داعي تشتريه ب30 وب40 وما بعرف قديش ينباع حسب ما انتو البنية اللي كتبت لي. فأنا راح أسوي لكم إياه إن شاء الله، وكل الخوات راح يستفادون من عنده. أنا زي ما انتو شايفين طلعوا سويته سائل. شو راح أسوي حبايبي؟ راح أحاول إني أصفي كثير كويس زين، بحيث اخذ منه راح اسويه على مرحلتين لكم عشان تستفادون من عنده 100%. طبعا ينحفظ بالثلاجة لمدة 7 ايام إذا ثلاجتك كثير باردة. إذا يعني شفتي كمية صارت عندك كبيرة سويها قوالب ثلج وراح تستفادين من عندها، طلعين كل يوم قالب ثلج زي ما انتو شايفين. أنا صفيت اللي أقدر أصفيه، والباقي راح أحاول، هذا الباقي راح أحطه هيك بعلبة وأحطه كماسك للوجه، يعني احط ماسك واغسله من وجهي بعد مرور يعني حد ما ينشف تماما، هذا نحطه كماسك. اما هذا حبايبي فراح اسويه سيروم زين للبشره كثير حلو. شو راح اخلي معاه حبايبي؟ راح اخلي معاه ملعقه صغيره من زيت جوز الهند، راح اخلي معاه حبايبي ملعقة صغيرة من زيت حبايبي العرق السوس، وممكن نضيف حبايبي زيت الورد أو زيت اللبان، الزيوت اختيارية بالنسبة لك، الزيوت اختيارية من كل شيء ملعقة صغيرة، ممكن زيت اللبان، الزيت اللي أنت حابته. كل هذا حبايبي راح أخلطه مع بعض طلعوا. كل هذا خلطته مع بعض وراح اضيف عليه جل الالوفيرا. ملعقة وسط وراح اخلطه كثير كويس. وهذا راح احطه بعلبة انه استعمله كل يوم على بشرتي. ممكن تخففوه اذا حبيتوا بالماء الورد او ماء الزهر زي ما انت حابة. حتقولوا لي ام يوسف شو الفرق هذا مع هذا؟ الفرق ان حطينا هذا في زيوت وذاك. ممكن تقولي لي احط كل الزيوت مع ذاك واستعمله، ممكن، بس انا بحب هيك وصفة. انا عندي ثلاجة صغيرة بغرفتي، طيب هذا دائما احطه بالثلاجة مالت البيت وانه استعمله هيك. هذا بالليل قبل ما انام واغسل وجهي، ممكن بين الصلاة، انا كل من ما اصلي بين الصلاة اسوي، يعني مو اتوضى عشان اصلي فخلته بين الصلاة. هذا حبايبي زين ممكن يستعمل كقطرات تاخذي من عنده وتحطيه محيط العين وتحطيه للوجه بالكامل، رهيب وسهل وبسيط الاستعمال للوجه. اما هذا حبايبي فيستعمل هو هيك، وممكن تضيفين معاه بياض البيض كمان ممكن اذا حبيتي. الطريقة ممكن تحتفظين فيها 7 ايام اذا الثلاجة باردة كثير، اذا مو باردة 3 ايام الى 5 ايام حبايبي. بحالة انه سويتي كمية كبيرة سويها قوالب ثلج وحطيها بالفريز، كل يوم طلعي قالب وحاولي مرري على وجهك
لحد ما شلون نقول بتخلص كل هالقالب الثلج الصغير وخلاص. زين، اتمنى انه هذا الفيديو حبايبي ينال رضا الجميع، واتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، ودائما تفعلون الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.